الاستاذ عبد الخالق الدخيل الازحام يفديني، هو مدير اداره الشؤون الماليه والاداريه في تعليم الطائف، ايضا شاعر وله مقولات وله قصائد صراحه جميله جدا نسمع بها ونشعر بها. مساكم الله بالخير جميعا. الحقيقه الليله من اجمل الليالي، وانا الليله يحق لي اسلم ويحق لي ارحم. حامد الله يغفر له ويرحمه، ترى عمي. ونعم، وهو من الرجال اللي فعلا يذكرون ولا ينسون، وهو حي معنا رغم انه مات. رجل من اكرم الرجال ومن اطيبهم خلق ونبل، والله يرحمه ويغفر له ويجعله في جنات النعيم. الحقيقة من فضل الله سبحانه وتعالى أن نقول أن عتبان، وله معناته أن نتميز عن الناس ولا نحتقرهم، لكن عتيب أخذوا قسمهم وافي من الطيب والحمد لله، هذا يشرفنا في كل مكان. ويوم أن الرجال يسأل أبو فهد، يسأله الحربي ما أدري من يسأله، يقول أنتم عنزه، يوم يقول يقضون على بعضهم يأخذون حلال بعضهم، قال انتم مثل العتيبه؟ قال لا والله ما احنا مثلكم، احنا صفنا واحد، كلمتنا واحده، وجهنا واحد، كذا ولا لا يا ابو فهد؟ الحقيقه انا صار لي موقف مره من المرات، كنت في جده عندي دوره في معهد الاداره، وجيت راجع يوم اني جيت بين مكه وبين جده ومكه، ولا عيال ذيك الايام صغار يدقون علي، قال يا ابوي جبت لنا هدايا؟ قلت ايه، وانا ما جبت شيء. يوم اخذت من المشوار شوي قلت ابغى امر مكه اصلي العصر فيها واخذ لهم ما تيسر وطيب فطرهم واروح لها. صليت العصر في سوق العزيزيه، فيه مسجد، وقفت في موقف طولي نظامي 100%، لاني جيت قبل السوق قبل الصلاه والمحل فاضي، وقفت سيارتي دخلت صليت مع الناس واخذت اللي الله كتبه وجيت خارج لا من سيارتي ولا شيء. عاين يمين شمال، انا في مكه واعرفها، لكن قلت يكون يغلط في الباب، يا والله الباب نفسه والمحل اللي انا خاطره نفسه. يا واحد راعي دباب مرور قدامي واروح له، يا ولد شفت سيارتي؟ جايزاني، والجايزين تعرفونهم في النظام، الله اقوى من الحديد. يا ولد السلام. الحاصل جيت للجيزاني قلت يا ولد شفت سيارتي؟ قال الجبس. قلت الله، قال سحبنا. تسحب له يا ابن الحلال عليه بلام؟ قال لا. قلت طيب ما موكب؟ قال لا. طيب مش العلم؟ قال العلم جانا امر من مدير الموقع سحبنا. طيب من هو مدير الموقع؟ قال فهد الرويس، مقدم فهد الرويس. قام قال الرويس يا ابن الربع انا عتيبه من هالنجد، لا يعرفني ولا اعرفه، والله سلامته لين الحين، لكن الطيب يذكر وحنا نحب الطيب من عتيبه ولا من غيره، والله ان الطيب ينحب. الحاصل شوي عبد، الحاصل اني حاولت في الجيزاني ولا ما عندي علم، قلت وانا ادق على عمليات المرور، سلام عليكم وعليكم السلام، قلت يا ابن حلال هذا وضعي وانا رجال مسافر، وصلوني من هذا الرجل. قال يا اخي والله صعب انا ما اقدر اعطيك، قلت تعرفني؟ قال لا. قلت وانا ما اعرف، اعطني رقم الرجال وبكلمه واقدر يزور، ويعطيني الله يهديه ويعطيني الرقم، وانا ادق على الرجال السلام عليكم. قال عليكم السلام. قلت مقدم فهد الرويس؟ قال الله الله. قلت معك عبد الخالق العتيبي؟ قالوا نعم. قلت يوم اني نعم، ليش تسحب سيارتي؟ قال كيف الكلام؟ قلت العلم كذا كذا كذا. قال طيب احد عندك حول قريب؟ قلت الله الله عندي راعي مرورين. قال يروح كلمه خليه يكلمه. عزيز الجيزاني يتهمس، قال ما كلمه ولا كلمه. والله النشبه حاول يخطب الجيزاني عاد ما له حل. وارجع اكلم فهد، قلت يا فهد دور على العلم هذا هو الرجال. قال انا بكلمه على العمليات، ويكلمه وصاح عليه، قال هذا ابن عمي متخلص الحين وطرقي مع عائله الكلام، وتاخذ الحين في سياره، طلع سيارته من الحج ولا تاخذ عليها الرسوم واطلقها في رمه. والله يجينا ذاكر علومينا وينقز الجيزاني، هو بتطبيق النظام بالحرف والنقطه ما شاء الله عليهم. قال خلك عند الدباب، بامر فهد الرويس وانا باخذ الرجال اطلع سيارتي. ويركبني في السياره حقتي، يوم انتصف من الطريق وهي ما تضبط مع الجيزاني ويلتفت علي. قال يا نون، قلت نعم. قال تعرف فهد الرويس؟ قلت لا. قال كيف؟ قلت لا.
قال هو يعرفني، قلت ما يعرفني. قال طيب كيف يقضي لزومه؟ قلت حنا عتيبة، لو يدق علي واحد من الكويت قضيت لزومه، والعكس صحيح. قال يا أخي حنا ما حنا مثلكم. قلت مرة داتهم ما هم فيكم. قال عز الله أنك صديق. هذا بالنسبة للقصيدة، على القصة. أما القصيدة والله أنا فاجأني الدكتور سعود بالحضور وحبا فيهم، ولأني أعتبر نفسي راعي محل ما كان يعظم من عدم الحضور. ووالله ما جت الهوى جسم الشاعر محسوب على الكلام، إذا صارت الكلمة في صدره يبلك، ولا خرجت للناس حاكموا عليها، أما طلع عند المستوى. الحاصل أدور لي عذر، أنا قدام هذا الشعار تلميذ ماني شاعر. الواحد والله أني ما كتبت والله إلا 6 أبيات فالمناسبة، ولعلها تناسب. يقول سلام في حلة، سلام في حلة تاريخها من قديم، ترفع لها الفيها البيض راياتها، ما يجهلون أمجادها، ما يجهل أمجادها يكون واحد غشيم، ما علمتها الليالي كيف صكاتها. سلام في حلة تاريخها من قديم، ترفع لها أهل الوجيه البيض راياتها، ما يجهل أمجادها يكون واحد غشيم، ما علمتها الليالي كيف صكاتها. ذوي مطر لا وقف زعيم ينطح زعيم، تطيح بعض الهقاوي دون هقواتها، أقوى من الرمح، أقوى من الرمح لا من الدخل فالصميم، وسرع من الريح فزعتها وقفاتها. مقدمهم الشيخ عيضة لا تكلم حكيم، ما يظهر الكلمة إلا عندها إثباتها، ما يجحد الناس غير اللمعة والحريم، صنفين هذه طبايعها وعاداتها، صنفين هذه طبايعها وعاداتها. سلام عليكم.